تكلمنا عن السكر التراكمي والسكر الطبيعي كم يكون، فكثير سألوا كيف ممكن إذا أنا في مرحلة ما قبل السكري أرجع للمرحلة الطبيعية. ببساطة، أولا ابتعد عن السم الأبيض والسكر الأبيض تماما، هذا مهم جدا، اقطعه تماما لأنه هو اللي رفع عندك التراكمي وهو اللي قربك من مرحلة ما قبل السكري. ورقم اثنين مهمة جدا، كل باعتدال، لا تفرط في الرز وفي المخبوزات وفي المعجنات، مهم جدا. ورقم ثلاثة، خذ مشروبات تدعم وتتحكم في سكر دمك وتنزل سكر الدم، ومن أهمها مشروب الشاي الأخضر، القرفة، الزنجبيل، المورينجا وغيرها، هذه رائعة جدا في المحافظة على سكر متوازن وفي تدعيم عملية الإنسولين وأيضا في تقليل مقاومة الإنسولين، وهذا شيء رائع جدا. النصيحة الثالثة البسيطة، المشي، امشي يوميا ولو 30 دقيقة بس. سلام.